اهلا بحضراتكم من جديد. انتوا لو تفتكروا من اول يوم طلعنا في برنامج الابطال، وكان برنامج الابطال بالنسبه لنا فيه رساله ان احنا بنجيب نماذج حيه، نماذج للكفاح والتحدي. والحقيقه هاب عبد الرحمن كلاعب رامي رمح هو مش بس لاعب كبير جدا وكان مؤهل، كان قاعد على قائمه التصنيف العالمي سنين طويله وكان مرشح ياخد بديل ريو دي جانيرو، مش بس فنيا لا خلقيا كمان على مستوى عالي. ولكن ايهاب تعرض لموقف تاني، انا بقول للناس او للساده المشاهدين اللي ما حضرونيش من اول حلقه، ايهاب عبد الرحمن 2017 بيقفل شنطته، ولو بقول حاجه غلط ايهاب قول بيقفل شنطته ورايح على ريو دي جانيرو عشان يروح يجيب ميداليه، مش رايح كده وخلاص. يفاجئ بايقافه سنتين بسبب منشطات، وبعد كده يجي مايو 2016 انا اسف، ويجي بعد كده يعمل استشكال والاستشكال قال لك ممكن يتقبل او ما يتقبلش عشان يروح ريو دي جانيرو. يجي بعد كده يخش في استشكال يزود الفتره من سنتين، مش الاستشكال حاجه ما قصه كده قانونيه من يعني مش هنقولها، زودت الايقاف من سنتين باربعه. متخيلين حجم الاحباط للاعب يجي من قمه الهرم وينزل تك واربع سنين يا باشا موقوف، تك اصابه ماشي انما تك موقوف اربع سنين. نادي الاهلي طبعا ممثل في الدكتور ياسر داوود رئيس الجهاز كان في وقتها ومازال معانا وحضرنا في الاستوديو اهو، نادي الاهلي بمجلس ادارته، نادي الاهلي بكل شخصياته وقف جنب ايهاب، ايهاب نفسه وقف جنب نفسه، محبينه رجع تاني وقف على رجله، تاهل للاولمبياد طوكيو القادمه من 3-4 ايام بعد ما قابله صعاب تانيه ان في ماتشات دوليه اتلغت كتير جدا كانت اهل من خلالها، تاهل من جوه مصر. قصه تدرس لكل لاعب وكل لاعبه والناشئين، يعني لما تحب تقول لاي حد يقول لك انا تعرضت لمشاكل انا يعني بقى عندي مشاكل، قول له بس طب زي بتاعت ايهاب كده ولا يعني كلام صح يا ابو لا لا ده انا عايز اقول لحضرتك انا شويه حظي كان حلو قوي الفتره دي كمان ده انا جالي اصابه في كوعي. الله كمان يا دكتور ده يعني لما لما يجي لاعب ولا حاجه يقول لك يا دكتور انا عندي مشاكل. جالي اصابه في 2018 كانت تنس قلبه ولا فين؟ هي في لا مش كانت تنس قلبه، انا ما كنتش عارف هي فيها ايه، رحت كشفت قالوا انت عندك نتقات عظميه كده زياده وبتاع من الاحتكاك محتاج تنظيف، منظار يخش ويشيل. فرحت بقى كذا مكان فالدكاتره بقى ادوني بقى طبعا باور كده جامد قوي، قالوا لي انت ما كنتش هتلعب رياضه تاني. الله قال انت كده خلاص، انت حاول ترمي بيدك الشمال. نتعب بيدك الشمال؟ بعد كده عشان تجيب 10 متر بالعكس. والله بجد بعد كده رحت طبعا كل التقدير احترام. بعد كده سافرت كلمت واحد صاحبي من فنلندا كان لاعب معاك؟ كان بيلعب معانا هو كان هو اكبر مني بطل عالم ومبطل يعني. فكلمته قلت له انا وضعي 1-2-3 ودراعي واجهني، فقال لي ايه؟ قلت له انا عندي كذا كذا، قال لي ده عمليه سهله جدا، ده انا عملتها 6 مرات ولا حاجه تنظيف. بعد 4 اسابيع بتنزل التمرين و8 اسابيع عادي تلعب ماتش ما فيش مشكله. قلت له ازاي كده؟ قال لي ده سالته ده عندنا قالوا لي، قال لي لا تعالى. رحت فعلا عملت العمليه في فنلندا؟ رحت عملتها. رحت على حسابك ولا ايه؟ لا على حسابي انا. على حساب ما ينفعش حد كان يدفع لي حاجه وبتاع. كان سنه كام؟ 2019 بعد فوتة الإيقاف رحت على حسابك يا جماعة. بص كل ما بنتكلم كل ما بنلاقي مطبات بتقابلك وانت عديتها، يعني 2019 مش بس إيقاف لا وإصابة في كوع والدكاترة تقول لك هتبطل. ده قال لي تلعب بيدك الشمال، دي كانت كارثة بالنسبة لي الشمال. وقعد يعني يدور وهيسأل مين، سأل لاعب بطل عالم سابق. طب رحت فنلندا قعدت كام يوم عملت العملية؟ هو قال لي تقعد 5 أيام وقال لي أنت ممكن مش محتاج تأهيل. قلت له طب يعني، قال لي عادي ممكن تعمل تأهيل وممكن ما تعملش عادي. هو شاف اشعاعاتك رحت له باشعاعاتك ولا عمل لك ايه؟ رحت باشعاعاتي قال لي اركن اشعاعات ده على جنب. قال لك خلينا نشوف انا قال لي لازم اعمل اشعاعات جديده. فالاشعاعات القديمه كانت مطلعه 6 عظمات وكده، هناك طلع لي 13 واحده. اوبا 13. لا طبعا اجهزه تخصصيه لان الرياضي خلي بالك يا دكتور مش زي البني ادم العادي وحضرتك سيدي عارفين، يعني ممكن العادي 6 عظمات يشيلهم يبقى في 6 تانيين يعيش، انما الرياضي لازم ال 13 يتشال. بالظبط، حتى جابهم لي كده في كوبايه وقال لي تاخدهم معاك. قلت له اخدهم فين بقى؟ خدهم خلاص انساهم بقى. العمليه قعدت قد ايه؟ لا مش فاكر. كنت لوحدك؟ كنت لوحدي. بامانه كلفتك قد ايه؟ عادي قول. يعني كلفتني حوالي 160,000. دفعتهم من جيبك؟ اقامات وحاجات كده وطيران والدكتور والمستشفى وكده. انت قصه تدرس يا هاب. الحمد لله يعني الحمد لله دفعت الفلوس ورحت عملت العمليه وشالوا لك 3 عظمات سوري 13 عظمه انا اسف ورجعت